شو صار؟ اطمني اطمني، ما صار شيء. كنت بدي ليش شايف البرغل مبعوث من الارض؟ كنت بدي اخبي مصاري باطراميز البرغل، قام فلت من ايدي وانكسر. وليش لا تحطهم باطراميز البرغل؟ ما كانوا محطوطين باطراميز العدس؟ قلت لحالي بغير محلهم مشان التموين، مشان التموين. اخي بريضاي عليك تلاقي لك محل تخبي فيه المصاري بعيد عن المطبخ بيكون احسن. ايه طيب لا يطلع خلقك علي. ماشي الحال. يا الله يا الله يا العاجزين يا رب. مصبوطي. امشي لقلة الحقيني لنشوف وين بدنا نخبيهم. روح انا بدي كنس المطبخ. روح تدفشني كمان. هلا انا بس بدي افهم، انت ليش ما بتريح حالك وبتحط هالمصاري بالبنك؟ اعوذ بالله، كل شيء للبنوك سبع تمه شو ايه؟ وليش بقى؟ اختي انا هيك عقلي، ما بحب البنوك، ما بحب البنوك. يعني اذا ما كانت مصاريي تحت ايدي ليل نهار من يرتاح بالي ولا بيهدى خاطري بنوب. طيب شو رأيك تحط هالمصاري بشي كتاب من الكتب؟ لك فكرت، فكرت انت الثانية بهالمسألة، بس صراحة الصراحة والله ما زبطت معي. وليش؟ شو ليش؟ 300,000 هدول يعني 6 رزم سماك وما بيسعوا بأي كتاب. أصبح بدلهم بعملة صعبة وتحشن بشي كتاب، العملة الصعبة ما بتاخد حجم. فكرت بهالشي يا أختي، مين قالك ما فكرت؟ بس احترت بشو بدي بدلهم. شي نصحني اشتري دولار، وشي نصحني اشتري مارك ألماني، وشي اقترح علي افتح حساب بلبنان باليورو، واحترت والله احترت والله حيرني. ما بدي الشهادات الشغلة، بدلهم بالدولار أقوى شي. معك حق، يعني اليورو يلي وراء أوروبا كلها ما قدر يوقف بوش الدولار. بقى بكرة إذا لقيت السعر منيح رح اشتري بالمصاري دولارات. بعدين أنت ليش ما بتشتري سيارة جديدة مشان شغلك وبتخلص من هالهم؟ رح اشتري، بس ناطر ليرخصوا السيارات، في إشاعات قوية لأنه عيش يا قديش. سيد بكري، يا سيد بكري. أهلين أبو عادل. أهلين وسهلين. أهلين بيالوش الحلو. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. أهلين بالحبيب. الله يرضى عليك. يا هلا يا هلا. إيه سيدي، كيف السوق معك؟ إن شاء الله في بيع وشراء هيك؟ خليها لله أحسن شيء. في معي مساطر قمصان جديدة، خملة كورية، شو رأيك؟ لا تورجيني شيء يسر عرضك، مالك شايف البضاعة مكدسة قدامك، ما في مين عم يقول لي مرحبا وما في مين يشيلها. إيه، الله يجبر عنا وعنك. شوف لقلك، إذا بتمر لعندي الأسبوع الجاي، ممكن السوق يكون تحرك شوي وأخذ لي منك شوية بضاعة. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، إن شاء الله. ايه سيد بكري، دي اسألك سؤال. تفضل سأل. انا كنت اسمع من التجار انك بتبدل عملة. بدلها، مزبوط هالشي يا ترى؟ ليش معك شي؟ بدي اشتري شوية دولارات. قديش الكمية؟ والله اذا كان السعر منيح باخد ب300,000. هلا بنشوف. ألو
مرحبا معلم. الأول بديش اليوم؟ طيب والتاني؟ طيب والحجي بديش؟ لا والله معي شوية بلدي. ماشي معلم يعطيك العافية. هذا أحسن سعر من 10 أيام. تكلنا على الله. ليش هدول ثلاثة؟ إيه. هاي 6000 دولار. يسلم مديات. بس وينك أبو عادل؟ إذا مو لازمين لك هات لشغل لك ياهم بتبديل العملة. لا 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 لازميني. شو وين سيارتك؟ جاي ماشي؟ لا بعتها وهدول مصاري حق سيارة. ها يعني بدك تشتري غيرها؟ لا مو هلا. لك شو لا؟ تحت ايدي سيارة خارقة وحفر وتنزيل إلك وسعرها طري كتيرة. قديش يعني؟ يعني أقل من السوق ب50-60 ألف. هاي صاحبها تاجر مكسور وبده يسدد ديونه. هو بصراحة أنا هلا مالي مفكر اشتري سيارة. لا سيدي بدك تفكر. لك هاي لقطة، سيارة لقطة، بتكون مجرم وسفاح بحق نفسك إذا ما بتشتريها. وشو نوع هاي ترى؟ هاي بدها قاعدة، هيك حكي ما بيمشي الحال. طيب، شو رأيك تشرف لعندي على البيت على فنجان قهوة ومنحكي على رواق؟ وهو كذلك، أنت مو لساتك ساكن بنفس البيت؟ نفس البيت ما غيرته. كتير كويس، بكرة العصر بيجي لعندك وبشرب فنجان قهوة. يا أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا خاطرك. مع السلامة يا أبو عادل، الله معك. أخي ثبت لي هذا الموديل وهذا الموديل إذا بتريد. إيه تكرم عيونك على عيني وراسي. كم سيري بدك أنت؟ يعني من كل موديل سيري ودوبل لي قياس اللارج. إيه تكرم عينك، لارج دوبل. دخلك المعلم أبو سعيد، شو أخباره؟ ماشي الحال، ماشي الحال. وأنت أخي أبو عادل؟ مور. إن شاء الله توفقت هيك بشي سيارة ظريفة. والله هو الحقيقة لحد هلأ لا، بس موعود بسيارة ظريفة كتير. بكرة سيد قشطة، سيد بكري القشطة جاي لعندي على البيت. سيد مين مين؟ بكري، بكري القشطة. يا حبيبي هلأ ما لقيت توقع غير بين إيدين بكري القشطة. ليش بو؟ أخي ما بوشي، بس نصاب وسرسري وحرامي، وإذا ما لقى حدا ينصب عليه بينصب على حاله. هو الحقيقة أنا والله مو كتير بعرفه، كل ما هو لقيت إنه بياخد من عندي شوية بضاعة. ولك انا بدي مصلحتك يا ابو عادل، اسمعها مني نصيحه. بكري القشطه ما بيتفوت على بيوت، وبقص ايدي من هون اذا ما كان حاطط عينه على مصرياتك. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. اسمع اسمع ابو عادل، اسمع بابنك اخي مفيد. شو رايك ببكري القشطه؟ اعوذ بالله لا جيب لي سيرته ابدا. لك هذا زلمه بيسرق الكحله من العين. يا اخوك ابو عادل عازمه لعنده على البيت بكره. لا تاخذني يا اخي، المثل بيقول لك حدا بيجيب الدبله كرمه. ولك إيه هذا الناس كلها بتتحاشى وبتبعد عنه سفر سنة، لأنه مجرد فوتو لعندك على البيت معناتها في وراه شي مصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، منين اجتني العلقة؟ لا وقال شو؟ ملاقي له سيارة لقطة. سيارة لقطة وعن طريق بكري القشطة؟ يا حبيبي معناتها أكيد قلبة شميت قلبة وعاملة شميت حادث. أخي أحسن شي لا تفتح له الباب. شو ما يفتح له الباب أنت التاني؟ والله إذا ما فتح له الباب بجوز يفك الجرس والدقاق ويمشي. هذا إذا ما فك الباب وحمله معه. العمى لهالدرجة؟ شو المخلوق هذا العمى؟ وأكتر كمان أخي، إذا انحرجته لسبده رح تستقبله عندك بالبيت، دير بالك منيح ولا تخلي عينك تغفل عنه لحظة واحدة. وإذا في بالبيت مصاري أو شغلات غالية اخفيها بشي محل ما ينتبه له. معناها لازم أخذ احتياطاتي كاملة أنا. الله يكون معك يا أبو عادل، وإن شاء الله بتمضى هالزيارة على خير. شو غسان؟ لقيتك عم ضل هيك لا شغلة ولا عملة. افرج يا ربك. ايه بس ما بيصير هيك، لازم نلاقي لنا شي شغلة. حاطط عيني على شغلة ممتازة، بس في لعلة وحدة. وشو هالقلة؟ بدها سيارة. في واحد قرايبي فاتح معمل صابون وبده موزعين، بس الموزع لازم يكون عنده سيارة. ومنين بدنا نجيب حق سيارة؟ عم فكر بالموضوع. ايه انا وياك ما بنحتكم على 1000 ليرة، بقى شيلك من هالشغلة ما بدها تفكير. لا عمي، انا خرطت مشتي هالشغلة
وعاجلا ام اجلا بدي ادبر حق السياره. ومن هون لتدبر حق السياره شو بدنا نشتغل؟ نلعب طاوله زت لك زت جار ودود. صدقني انا بتعامل مع كل تجار السوق الجمعيه، ما عدا بكر القشطه ما بتعامل معه الا بالكاش، وانت بتعرف هالشيء. يا اخ مزبوط والله، انت من زمان منبه علي انه ما اعطيك بضاعه الا كاش. مزبوط والله. طيب ما سالت حالك ليش؟ بصراحه ما خطر لي، قلت لحالي اكيد عندك اسبابك الخاصه انت. صحيح، واسبابي الخاصه انه هالزلمه ما بيتامن البنوب، لانه يا مساحب بضاعه من تجار على اساس يدفع بالجمعيه، وهذا وش تضيف بعد ما يسحب البضاعه لا بيعود بيدفع لا جمعيات ولا خميسيات. طيب التجار التجار كيف عم يسكتوا له هذا؟ ايه واحد عم بيسكت له، هلا في عليه 10-12 دعوه بالمحكمه، لك حتى المحل اللي قاعد فيه اخذه بالنصب والهيلمه والاحتيال. شو هالحكي؟ شلون اخذه بالهيلمه يعني؟ بالاول بكري كان شغيل بالمحل، وبعد ما مات معلمه ضل يحوس حوالين مرته هيك لحتى تجوزها، وبعد ما تجوزها لهالمخلوقه بسنه شلح المحل ولحشها بالطريق. يخرب بيته لهالدرجه؟ واكثر. بقى اسمع مني، احلق له على اهون سبب، لانه ما راح يجيك منه غير المصايب. طبعا لك طبعا بتحلق له، بس المشكله اني واعده عندي بالبيت. يا سيدي مو مشكله، زياره واحده بسيطه بس. ها خذ حذرك منه وانتبه منيح. هات لشوف شو في معك طلبيات. ماشي. شو يعني ما قدرت اعتذر منه؟ مو قصة ما قدرت اعتذر منه، المصيبة ما عم لاقي. رحت لعنده على المحل ما لقيته، وما بعرف عنوان بيته حتى زوره أو رقم تليفونه حتى اتصل فيه. طيب والحل؟ ما في حل أختي، لا مناص من جيته لهون. شو رح تعمل هلا؟ شو بدي أعمل يعني؟ الله يجيب العوائب سليمة. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. والدولارات شو بدك تعمل فيهم؟ ناوي خبيهم بمحل بحيث انه لا بكر القشطة ولا الجن الازرق بيعرف لهم طريق. ايه منيح، هيك طمنتني. وقديش بقي يعني على موعده؟ بحدود الساعة. ماشي، لكن انا رايحة لعن جارتنا ام سامر لانه قعدتي هون ما لها فايدة. معلش بتيسري وفاء، روحي انت يلا معك، مع السلامة. وين بدي خبيهم؟ وين؟ أحسن شي خليهم بجيبتي. أضمن. شو هالحكي؟ ايه والله يخليني اياك، تسلم لي روحك بكري القشطه. يخرب بيته يخرب بيته بيت بيته. أعوذ بالله، هذا ايده خفيفه كثير، لازم افكر بغير حل. شافوا تحت السجادة أكيد رح ينيشن عليهم، لازم ما يشوف المصاري أبدا. أحسن شيء بقلب بوري صوبيا، وبهالصورة الدبان الأزرق ما رح يخطر على باله إنه في مصاري بالبوري.
عادل. لك اهلي بكري القشطه اهلي. تسلم لي روحك ما احلاك. اهلا وسهلا. طبت كثير يا ابو عادل ما هيك؟ بالعكس الجو كثير منيح. لا والله انا بردان يا ابو عادل. روح انت اعمل قهوه وانا بشعل الصوبيا. بس يا بكري القشطه المازوت. لا لا يا ابو عادل انا اللي بشعل الصوبيا. شو انا غريب؟ لا بس انا ما عم صير بكري بكري. البواري مسطمه. لا لا شو مسطمه؟ شو بده يسطمها يعني؟ لسه من يومين عزلتها بكري. العمى مصيبة إذا فتح الصوبيا. أحسن شيء حطهم تحت الصوفة. إيه وبهالصورة إذا قاعد على الصوفة ما رح يخطر على باله بإنه قاعد على مصاري. سهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا. تفضل لهون. تفضل. لا يا ابو عادل. لا لهون. لا يا ابو عادل انا برتاح هون. طيب خد راحتك بيت بيتك. يسلم البيت واصحابه. العمى مغباني يعني ما لقيت حط المصاري الا تحت الصوفاية اللي رح يقعد عليها بكر القشطه. حصت ولصت وما لقيت حط المصاري الا تحت منه. كاني عم اقول له تعال اسرقهم. ما بصير هيك. ما بصير. شو الحكي؟ حترت والله حيرني. رح يصير موعده للزلمه ولسه ما خبيت المصاري. وين تخبيهم؟ احسن شيء حطهم بالمكتبه وخبيهم بشي كتاب. بكري بركي وبركي بكري كتر غربة وحبي يتفرج على الكتب لأن هيك نوعية بتبحبش واحتمال كبير يوقعوا المصاري بإيده. أصبح ما في غير إني رجع المصاري للمطبخ ولقط رميز الفول تحديدا. لأنه إذا خطر على بال بكري القشطة يفوت على المطبخ ما رح يمد إيده على قط رميز الفول. شو بده بالفول هاد؟ هذا أحسن حل. ما خلصت القهوة يا أبو عادل؟ يلا يلا عم تغلي المي. هات تلقى ما عنك يا أبو عادل. لا 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 معلش 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 ارتاح أنت. أنا ماني غريب يا أبو عادل. وين البنت؟ شعو هون. لا مو هاد مو هاد. هذا فول مو بن. لا هذا بن. لا فول بن. لك علينا على الحالة. المطبخ مو مضمون ابدا لانه كيف ما ضرب ايده بالمطبخ الا ما توقع ايده على مصاري. يا ربي شو هالورطة هاي. لا ارجع خبيهم بقرنة تانية. اطمن اطمن. شو هالحكي.
خير لا سمح الله. عنده ظرف طارئ. طارئ؟ ايه خير ان شاء الله، سلمني عليه امانه. يلا بخاطره. مع السلامه. قل له عمو ابو عادل ببوسك من شواربك وبيسلم عليك. بكري القشطه. هلا ارتاح خاطري. عمل ونزل عن طهري. احسن شيء رجع المصاري لجدتي. أفضل شيء. وين حطيتوني ترى؟ مصاري فص من الحداب. هلا معقول يضيعوا وسط البيت؟ لك نكتنا البيت فوقاني وتحتاني وما لقينا شيء. لك كانت باطله ومحوله هديك الساعه يلي شفت فيها بكري القشطه. بس هالمره بكري ما دخلوا. لك شلون ما دخلوا انت التاني؟ ليش مو بسببه راحوا المصاري؟ بهي معك حق، الا ما اجتك مصيبه من قفا الزلمه. لك العمى بقلبه، هي ما اجى لعندك وصار هالشيء، كيف لو اجى لعندك على البيت؟ لك يعني شو بده يصير؟ شو بده يصير فيني اكثر من هيك؟ لا، والمشكله الاكبر انه اجى عريس لاختي ولازمني شويه مصاري حتى اجهزها. لا حول ولا قوه الا بالله. شلون بدك تدبر حالك؟ بدي بيع اغراض البيت، ما في مجال. اخي ابو عادل، نحن مثل الاخوه. بال مني هالمبلغ. عوز ولا شو عم تحكي انت؟ عوز بالله يا ابو سعيد، شو هاد؟ ضب مصرياتك بجيبتك يا اخي، انا مالي معود اخذ صدقه من حدا. سلام عليكم. عن جد مللتني من القصة حسان. لك ليه؟ لك كل ما شفت بسطة كتب بدك توقف ساعة. يا سيدي أنا بحب الكتب، مو بإيدي مو بإيدي. أيوة كسوف الشمس حلوة. قديش هي معلم؟ شوي عمي. هي كسوف الشمس 30 ليرة عمي. أوف، ليش 30 ليرة؟ قديش بدك يا عمي؟ يعني حاجتها 5 ليرة. 5 ليرة؟ يلا يسامحك 5 ليرات. ايه تصطفل، والله اكثر من 5 ليرات ما بدفعها. لك على مالك من فاصل غسان؟ شو نهيب القصه؟
انت ما عليك، هذول بياعين البسطات انا خابزهم وعجنهم، بيحطوا للشغله سعر 4 أو 5 أضعاف السعر اللي ممكن يبيعوا فيه، شو بدك بالشغله؟ خلص اتركني. ايه؟ انت ادرى، شرف. والله هذا الكتاب مبين تحفة. قضاء. قديش هاد معلم؟ جنيه شو؟ 100 ليرة عمي. اوف، اشون هي بالشغله؟ قديش كان حقه وقت كان جديد؟ كان حقه 200 ليرة. ايه معناتها بكفيه 25. انت مو ناوي تشتري. يا والله الهيئة انت اللي مناوي تبيع. 75 بمشي الحال؟ ولي قال 75. لا عمي ما بمشي حاله. ايه رجع لمحل عميل معروف. رجعوا. ايه راح رجعوا. لا اله الا الله على الشر. معلم قديش هي الرواية؟ 700 ليرة. على راسي. اعطيني 200 ليرة سليم. ليه؟ لك شو جنيت انت؟ لك هي الرواية هتسوى 100 ليرة. لك اعطيني 200 ليرة هلا بعدين بنتفاهم، اعطيني. ما معي الا 100. بكفي 600 معلم؟ الله يعوض عليك. تفضل. هات عمي هات. يلا بخاطرك. الله معك ومع السلامة. شو الزبون هذا؟ بفاصل على الخمس ورقات بدفع 600 ليرة؟ ولله في خلقه شؤون. لك هدول 6000 دولار لك سليم، بتعرف شو 6000 دولار؟ يعني أمنت حق السيارة. وأنا؟ شو بك أنت؟ أنا بيطلع لي 20% لأني ساهمت معك ب 100 ليرة، يعني بيطلع لي 1200 دولار، ومو بس هيك، كمان بيطلع لي حصة بالسيارة، ولا شلون؟ يا سيدي تكرم عينك، تعرف سليم؟ صدقوا اللي قالوا إنه مصاري الشغل الله بييسرها. إيه والله مزبوط. لكن امشي رجع له الرواية للزلمة ونقول له ما عجبتنا. امشي، بس بركي مرضي؟ بنترك له 100 ورقة وناخد 500، نحن أولى فيها. امشي. مبروك يا شباب. الله يبارك فيكم. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، الله معكم. وأخيراً إجا نصيبها للسيارة. تعرف إنه فكرتها منحوسة وما رح تنباع أبداً؟ الدنيا اسمها ونصيب. شوف النصيب شوف. أخيراً طلعت من نصيب الشابين. سيدي الله يوفقهم. شوفوا النصيب شوفوا.